صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين، أول يوم في هذا الأسبوع الجميل. إن شاء الله يكون بداية أسبوع حلو إيجابي، نحقق فيه طموحاتنا أحلامنا، نخدم فيه هذا الوطن المعطاء، وطن الجميل دولة الإمارات. ونحن نصبح عليكم اليوم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي يطلع عليكم كل يوم من بغيت أقول الأحد من الأثنين إلى الجمعة، يطلع عليكم على مدى ساعة إن شاء الله على الهواء، نطرح فيها آخر أخبار هيئة الصحة، الخدمات الجديدة، نستقبل ضيوف مميزين يناقشون معاكم مواضيعتهمكم، يردون على أسئلتكم. ومثل ما دائما نقول الحلقة حلقة برنامج صحة وسعادة نحبها دائما تكون تفاعلية بيننا وبينكم، فبنذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. ونذكركم أيضا بفقرات برنامج صحة وسعادة، دائما نبتدي بآخر الأخبار الصحية والعلمية، يكون خبر تكون دراسة مثل ما يقول مثير للاهتمام، وبعدين رح يكون عندنا أحدث أخبار التواصل الاجتماعي مع زميل أسمى، وبعدين بيكون عندنا فقرة عن الأنماط الغذائية وعلاقتها بمشكلتي قلة النوم وزيادة الوزن. أما آخر فقرة اليوم رح نتكلم وندردش بشكل عام عن التذكير شوي بالإجراءات الاحترازية، عن طريقة صحيحة لبس الكمام، لأنه كأن خلال هالسنتين ناس شوية نسيت كيف تلبس الكمام بطريقة صحيحة أو كيف حتى نتخلص من الكمام، فهذه فقراتنا لهذا اليوم. ونبتدي بالخبر، الخبر شي يقول؟ يقول الكشف عن أعراض أكثر السرطانات التي يمكن علاجها بسهولة. أعلنت هيئة الصحة الوطنية البريطانية أن ظهور عيوب على الجلد في أماكن كالرقبة والوجه والأذنين يمكن أن تكون إحدى أعراض السرطان. نقل موقع إكسبرس عن الهيئة أن الحديث يدور عن الشكل الأكثر شيوعاً للسرطان، وهو سرطان الخلايا القاعدية أو يسمونه أتوقع بيزل سيل كارسينوما، وتظهر بشكل متكرر نتوءات أو بقع حمراء متقشرة على الجلد، وغالبا ما تكون داكنة أو بنية اللون. هذه التكوينات تكون مصحوبة أحيانا بالحكة، إضافة إلى ذلك قد تظهر آثار مشابهة للندبات. قالت الهيئة يزداد حجم النتوءات ببطء، وقد تتصلب أو تنزف أو تتطور إلى قرحة مؤلمة، وأضافت إلى أن هذا النوع من السرطان يعتبر من أكثر السرطانات التي يمكن علاجها بسهولة، لأنه نادرا يعني أقل من 5% من الحالات ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. طبعا لما نطرح مثل هالدراسة هو مثل ما نقول دائما ليس القصد من نخوف أي حد، لكن سبحان الله يعني دائما مرض السرطان الله يعافي الجميع إن شاء الله دائما يدخل في المنطقة الرمادية هذه، يعني في ناس سنوات ما يكون عندهم أعراض وفجأة يطلع منتشر في المرحلة الرابعة تكون من السرطان أو المرحلة الثالثة من السرطان، فتلاقون دائما العلماء يبحثون عن خلينا نقول الدلائل أو العلامات اللي ممكن تظهر على الجسم خصوصا على الجلد التي قد تكون مصدر تشخيص مبكر السرطان. مثل ما نعرف أي مرض سرطان أو غيره الكشف المبكر يعني العلاج المبكر أو تدخل مبكر، معناه إن شاء الله نتائج العلاج تكون أفضل. وبما الدراسة تقول حتى عن الجلد، هذه نقطة جدا مهمة، نذكر بموضوع خلينا نقول يسمونه بالعامية عندنا حبة الخال أو الشامات اللي تكون عندنا على الوجه أو أي مكان في الجسم. كثير من الناس قد تهمل التغيرات اللي تظهر على الشامة اللي تكون موجودة في الجسم. ترى الشامات أحد التغير في الشامة قد يكون أحد الأدلة على وجود سرطان. ورد أقول هو مو قصد نخوف أي حد، لكن يجب أن نكون على وعي ونتابع التغيرات التي تستوي في جلدنا. وأذكر النساء بأن أحد الأدلة خلينا نقول المبكرة على بسم الله سرطان الثدي التغيرات اللي تكون على الجلد، ظهور تصبغات، تغير ملمس الجلد نفسه، كل هذه قد تكون أدلة على السرطان، فيجب أن احنا ما نهمل هذا الموضوع.
وطبعا موضوع الجلد ايضا مع البرد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الجو وايد جميل، درجه الحراره برا اظن بس 18، فان الجو بارد. فنقول لكم اهتموا بالجلد، احرصوا على الترطيب المستمر رجالا ونساء اطفالا وكبارا، كنا لازم نحرص على الترطيب المستمر، ترطيب الوجه، ترطيب اليد، ترطيب الجسم، خصوصا عند الاطفال يجب ان نرطب جسمهم بشكل دوري. ودائما انصح الجميع ان عشان نرطب جلدنا بشكل جيد ونحصل على اكبر فائده، اخلطوا اي كريم مرطب مع قليل من زيت الزيتون يعطيكم افضل ترطيب. وغير هذا زيت الزيتون يدفي اليهال، فركوا ريولهم كريم وزيت زيتون يدفيهم زين. ومن الدراسه الجميله هذه والخبر والطريقه العنايه بالجلد، سوف ننتقل الى فقره السوشيال ميديا. الزميله اسماء الجناحي مسؤول السوشيال ميديا في هيئه الصحه بدبي بتعطينا اخر اخبار وجديد السوشيال ميديا. صباحك ورد يا اسماء. صبحكم الله بالنور سرور دكتوره، صباح الاثنين اللي يحبونا كل اثنين وما يختلف عليه اثنين. ما يختلف على حب اثنين. ومع البرد فعلا فعلا ما يختلف على حب اثنين، ناقصنا بعد كم المطر خلاص. سويت ديباجة الاثنين هاي. نعم هاي ديباجة الاثنين، لحبك الاثنين. انزين يا اسماء، شو جديد السوشيال ميديا؟ من ضمن الاشياء اللي كنا حاطينها قنوات التواصل الاجتماعي وايد وصلت اسئلة عن المخالطين، فحطينا سؤال عن او حطينا من هو المخالط اللي او يعتبر او يعتبر مخالط. من ضمن الاشياء اللي وايد مهمة لازم نعرفونها ان كل شخص قضى على مغربة او تأكدت من اصابتها مدة 15 دقيقة ومسافة متر أو أقل لحالة بوزيتيف كوفيد أو كان على أو كان خلاء اتصال جسدي مباشر مثل مصافحة اليدين وغيره، يومين قبل ما تطلع لأعراض أو يومين قبل ما تاريخ إجراء الفحص أو أي وقت خلال 10 أيام من الإصابة. في هالثلاث حالات إذا كان الشخص موجود مع حالة مصابة لمدة 15 دقيقة في مكان مغلق وكان بينهم مسافة متر أو أقل هذا يعتبر مخالط. بس إذا واحد كان موجود في نفس البناية أو كان يعني في غرفة مختلفة أو كان في مكان ثاني ما يعتبر أنه من ضمن المخالطين. هاي من ضمن الأشياء اللي كان لها علاقة بالمخالطة. مخصوصا بعض الأشخاص كانوا حاطين لماذا الجرعة الداعمة مهمة ضد كوفيد-19. أول شيء تعزز من قدرة المناعة ضد المرض وتقلل من خطر الإصابة بالأعراض الشديدة وأيضا الحد من دخول إلى المستشفيات أو الوفاة. فالجرعة دائما تساعد مثل ما نقول الجرعة دائما تحافظ على الشخص من المضاعفات اللي ممكن تصير. ومثل ما نحن أكيد ملاحظين أن أغلب الأشخاص الحمد لله يعني ما عليهم أعراض، وبعض الأشخاص إنه ما يحسون أو تكون نزلة برد وايد خفيفة. فهاي كلها بسبب إن نحن التطعيم وقدرة الجهاز المناعي على الدفاع أو الهجوم ضد المرض. فنحن ننصح الأشخاص اللي ما أخذوا الجرعة الداعمة أن يقدرون يأخذوا الجرعة الداعمة من خلال حد موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بالبي DHAR. واني عند الرسالة الصباحية اللي حطيناها اليوم، ورسالتنا اليوم تقول هذا الأسبوع سيكون الأفضل، صباح يوم الاثنين الجميل، نتمنى للأشخاص أسبوع مميز. وفعلا الأسبوع بيكون مميز إذا نحن حطينا في بالنا أن هذا الأسبوع مميز. يوم الاثنين حلو وحلو نبدأ في بداية الأسبوع، ونتمنى لهم الصحة والسعادة. وعسى تزوم يا أسماء بصحة وسعادة، شكرا لك ونهارك سعيد. طبعا مثل ما قالت أسماء أن متابعة حسابات هيئة الصحة بدبي في مواقع التواصل الاجتماعي ترى تجاوب لكم على كثير من الأسئلة اللي تتردد، منها مثلا شو التطعيم المفروض أخذه، إذا ما أخذ جرعتين من أي تطعيم كان، سواء كان السينوفارم سواء كان فايزر سواء كنت ماخذ أسترازينيكا، أي تطعيم موجود. وأيضا بالنسبة للمخالطين، لأن وايد فعلا توصل أسئلة من هو المخالط، هل اعتبر أنا مخالط أو لا. مثل ما قالت إنه يجب تكونوا على مقربة متر أو أقل من غير كمام، 15 دقيقة يكونون قاعدين حذار بعض، أو طبعا المصافحة أو غيره إلا مع شخص أثبت إصابته بكوفيد 19 قد تدل على أنكم مخالطين مباشرين.
واحنا بهذه المناسبه بما ان ذكرنا على المخالطين فاحنا نشجع الكل على الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، وان شاء الله في الفقره الاخيره اليوم راح نتكلم باسهاب عن موضوع الاجراءات الاحترازيه واهميه الالتزام بالكمام رغم ان الناس مطعمه والحمد لله الاعداد ما شاء الله ضمن السيطره مثل ما يقولون، لكن لا نزال نشجع الجميع على الالتزام بالاجراءات الاحترازيه لان الفيروس لا يزال موجود ولا يزال ينتشر عن طريق الانف والفم واللمس والرذاذ وغيره. احنا راح نطلع ان شاء الله حين فاصل، وبعد الفاصل بيكون عندنا فقره التغذيه، موضوع جدا مهم، قله النوم وزياده الوزن. اللي عنده مشاكل في النوم وعنده زياده في الوزن يتابعنا ان شاء الله بعد الفاصل. صحه وسعاده، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حالتها قلة النوم وزيادة الوزن من الحالات أو المشكلات الصحية المزعجة والمقلقة في الوقت نفسه، وتربط العديد من الدراسات والأبحاث وأيضا علماء وخبراء التغذية بين هذا النوع من المشكلات اللي هو قلة النوم وزيادة الوزن مع النمط الغذائي، سواء من حيث تسبب نوع معين في المشكلتين أو علاج المشكلتين عن طريق نوع معين من الغذاء. هذا بالتحديد ما ستوضحه لنا الأستاذة عفرة القطان، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذة عفرة. صباح النور، إيش حالك أختي؟ الحمد لله بخير، حياك الله في صحة وسعادة. الله يحييك حبيبتي. بنتكلم أول شيء عن مشكلة قلة النوم، وهل للغذاء دور في هذه المشكلة؟ يعني هل يسبب أو هل يخفف مشكلة قلة النوم؟ أكيد. طيب، بشكل عام تعتبر العادات الغذائية أو غير الصحية مع قلة النشاط البدني هي من أهم المسببات لزيادة الوزن، لكن هل في أسباب ثانية تؤدي إلى هذا الشيء لزيادة الوزن أو السمنة؟ طبعا نوم الليل ما يقل أهمية للجسم عن الطعام الصحي والتمارين الرياضية، لكن للأسف الكثير من العادات الجديدة والخارجية أثرت علينا بشكل بالغ على نمط النوم، فبالتالي هاي كلها لها طبعا أضرار على التركيز، على الأداء اليومي، على الوزن. ففي دراسات أثبتت مؤخرا أن في وجود علاقة بين قلة النوم وزيادة مخاطر الإصابة مثلا بزيادة الوزن والسمنة والأمراض أيضا مثل زيادة الوزن كالسكري من النوع الثاني. فشو هي العلاقة؟ اكتشفوا أن قلة النوم يؤدي إلى عدم التوازن بين الهرمونات المسؤولة عن الشبع والجوع في الجسم، فيقل عندنا إفراز هرمون اللبتين اللي هو هرمون اللي يعطي الإحساس بالشبع، وزيادة إفراز هرمون الجريلين اللي هو يزيد من الإحساس بالجوع والحفز الشهية. تبشين نلاحظ اللي يسهرون الليل دائما شو يكونون يواع، دائما يدورون شيء، دائما يعني على طول على الأكلات الغير صحية، يكون عندهم رغبة أكبر في تناول الأطعمة مثل عالية السعرات والكربوهيدرات. أيضا نكمل الدائرة أن قلة ساعات النوم زادت أيضا مع الوزن، زيادة الوزن المستمرة هذا كله أيضا بيقلل أو سيحد القدرة على النوم. طبعا هذا كله ننصح باتباع نظام غذائي صحي مناسب مصاحب للتمارين أيضا رياضية. دائما ننصحهم أن يكون في قسط كافي من النوم. أيضا من الأضرار اللي عندنا من أضرار النوم يأثر على شو نسميه الانسولين سنسيتيفيتي أو اللي يزيد من مقاومة الانسولين. فهرمون الانسولين نعرفه هو اللي يفرز من البنكرياس، يساعدنا أن نستفيد خلايا الجسم من السكر في الدم حسب نحصل على الطاقة. فبالتالي الحصول على معدل منتظم من السكر في الدم. وعند النوم لما الشخص مثلا تقل ساعات النوم عنده ما يحصل ساعات كافية، شو تزيد عنده؟ تزيد مقاومة الخلايا للإنسولين، يستوي إنسولين ريزيستنس، فبالتالي تزداد نسبة السكر في الدم. هذا يجبر الجسم على زيادة إفراز الإنسولين عشان شو يوازن معدلات السكر المرتفعة في الدم. مع زيادة عادات زيادة الإنسولين يزداد الإحساس طبعا بالشو بالجوع، فيميل الجسم لتخزين الدهون في الجسم سبب عدم معالجة الخلايا للسكر بصورة صحية. فبالتالي قلة النوم تضع الجسم في حالة إرهاق، هذا الشيء يزيد احتمالات تناول الأطعمة الغير صحية العالية بالدهون والسعرات الحرارية.
صحيح. الحين انت قلتي ان قله النوم تؤدي الى زياده الى تقليل زياده مقاومه الانسولين، يعني الجسم يستوي اقل حساسيه للانسولين. زياده مقاومه الانسولين راح تاثر على الشخص في الوزن ماله، راح يكون في زياده في الوزن، راح يكون هل زياده الوزن مرتبطه ارتباط مباشر بزياده مقاومه الانسولين في الجسم، وهل ممكن يعرض الشخص لاصابه بالسكر؟ هذا ليش مو بأنه هو سبب رئيسي، لكن قلة النوم هي من الأسباب أيضا اللي تزيد هاي الاحتماليات، لأن أيضا أن قلة النوم تهبط أو تقلل من معدل الأيض والتمثيل الغذائي في الجسم. صحيح. فهذا أيضا راح شو يقلل معدل الريستينج ميتابوليك ريت اللي هو معدل حرق واستهلاك السعرات الحرارية. فلما الإنسان يكون في حالة راحة يختلف طبعا حسب العمر والجنس والوزن والكتلة العضلية. وجدت الدراسات أن الأشخاص اللي الحاصلين على ساعات نوم غير كافية يكون عندهم معدل حرق أقل بمعدل 20% من الأشخاص اللي يحصلون على قسط كافي من النوم. يعني شوفي أهمية النوم اللي هو على الأقل يكون 8 ساعات يومياً للأشخاص طبعاً حسب العمر. فمثلاً للمراهقين اللي هم من 13 إلى 18 سنة يحتاجون من 8 إلى 10 ساعات. البالغين من 18 إلى 60 سنة يحتاجون 7 ساعات يومياً، وكبار السن اللي هم فوق 65 سنة يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات يومياً. هذا كله يدل على أهمية النوم، خاصة نوم الليل يختلف عن نوم النهار. دائماً يعتقدون أنا بسهر لكن بعوضه بنهار بنوم النهار، لكن سبحان الله في اختلاف بين نوم الليل ونوم النهار أيضا. أكيد. أنا شاكر للأستاذة عفرة القطان اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي مداخلتك معنا اليوم بخصوص قلة النوم وزيادة الوزن. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا. طبعا مثل ما قالت الأستاذة عفرة أن النوم له علاقة مباشرة بزيادة الوزن، لأن الإنسولين اللي يفرز في جسمنا بشكل طبيعي تزيد المقاومة له في حالة قلة النوم. وإحنا ذكرنا الموضوع كثيرا في الصحة وسعادة أن حين تغيب الشمس يستوي ظلام ويستوي ليل، يبدأ الجسم مثل ما يقولون في عملية ترميم، يفرز مواد معينة، يتخلص من الخلايا القديمة، ينتج خلايا جديدة. عشان شي نلاحظ الناس اللي نمط النوم عندهم غير منتظم، معناه ينامون متأخر وايد، يسهرون وايد، ينامون في النهار أكثر ما ينامون في الليل، تلاقون دائما عندهم شحوب في البشرة، تلاقون عندهم وزنهم غير منتظم. قد يكون مش تكون زيادة، يكون عندهم زيادة، أو قد يكون عندهم نقص في الوزن إنهم ما يقدرون يحافظون على وزن صحي. فدائما لما احنا نقول عن اتباع نظام الحياة، او خلينا نقول ان نغير نمط حياتنا، نمط حياة صحي اكثر، احد العوامل الاساسية دائما نذكرها اللي هو موضوع النوم والحصول على قسط كافي من النوم. لان مثل ما كنا جسمنا يتجدد ليلا، فاذا احنا ما قدرنا نحصل على قسط كافي من النوم فراح يأثر هذا على طاقتنا صباحا، على وزننا، على استجابة جسمنا حتى للتوترات. لان لما احنا نكون سهرانين ليلا اللي يصير جسمنا يدخل في حالة من حالات التوتر، يحس أن هناك شيء، يعني إحنا نسهر في الليل ما حصلنا على القسط الكافي من الراحة، جسمنا يدخل مرحلة من التوتر. هذا التوتر ما يخف لو إحنا نمنا بعد الساعة 12. في دراسة أذكر قريتها من زمان أن كل ساعة نوم بعد الساعة 12، يعني أنا لو بعد الساعة 12 لو ساعة النوم الوحدة تعادل ساعتين نوم قبل الساعة 12. عشان شي دائما ننصح نحن ننام مبكرا كبارا وصغارا، إجازة أو دوام، ناموا من وقت. وهذه رسالة جدا مهمة للأمهات، إن لما يكون في إجازات المدارس عادي خليها يسهر في الليل. إحنا دائما نركز على موضوع أن الطفل يجب أن ينام مبكرا. أوكي ممكن أيام المدرسة نخليهم ينامون 7-7:30، خلاص متعشين يدخلوا ينامون، يكون فرشين أسنانهم وكل شيء، لكن خلال أيام العطلة ما في مدرسة لازم الطفل ينام مبكرا. لأن لا ننسى أن الطفل في مرحلة نمو، مثلنا إحنا البالغين، إذا سهرنا إحنا خلاص تعدينا مرحلة النمو، لكن السهر يأثر على جسمنا، قد يعرضنا للإصابة بمرض السكري، قد يعرضنا للإصابة بمرض ضغط، ارتفاع ضغط الدم، يأثر في صحتنا بشكل عام. فوين الطفل في مرحلة نمو؟ عظامة تطول،
الجلد عنده يتجدد، أعضاء الداخلية تتجدد، لازم نحرص أن عيالنا يحصلون على قسط كافي من النوم. إجازة ولا مدارس؟ لازم ينام من وقت. وحين ما شاء الله بدأ موسم المدارس، وأنا أنصح دائما الأمهات اللي يتواصلون معينا: دكتورة بعد الإجازة ما الياهل ما يرطي ينام من وقت وباكر المدرسة. يجب أن نبتدئ نظام تغيير نمط النوم مبكرا، يعني الإجازة خصوصا الإجازة الطويلة، يعني حين إجازة الربيع والشتة تكون نوعا ما قصيرة، فيعني تغير نمط النوم شوي فيها أصعب، لكن مثل إجازة الصيف تكون شهرين أو شهرين ونص. يجب أن نبتدي بتغيير نمط النوم على الأقل 10 أيام قبل بداية المدرسة. يعني مو معقول الياهل البارحة كان يرقد الساعة 2 الفير واليوم بخليه فجأة ينام الساعة 7، أكيد ما راح ينام. فيجب أن نحافظ على عيالنا ينامون مبكرا. يعني في الإجازة أنا أحس الطفل أقصى شيء الساعة عشر ونص، إذا بالغنا لازم يكون نايم خلاص، كافي عليه السهر. فلنحرص كلنا ان احنا نخلينا نمط معين للنوم سواء لنا او لعيالنا. دائما وجود نمط معين للنوم يساعد جسمنا انه يستفيد من فتره النوم اكثر، واحنا نكون ترى مرتاحين اكثر. ما في شيء اجمل من انك تنام من وقت وتنشم من وقت، تستفيد من يومك كامل. لاحظوا لما تنشون متاخر تحسون كان اليوم ضاع عليكم، ما يكون انتاجكم نفس الانتاج الشخص اللي نش وايد من وقت، فيقل عندكم مثل ما نقول مستوى الرضا. انا احس اني مو راضي عن اداء اليوم وايد لان انا ما انتجت وايد، فهذا يخلي واحد يخف هالدوامه. فشوفوا كيف النوم من وقت والنشه من وقت تؤثر حتى على نفسيتنا واحساسنا بالانجاز. ونحن نحتاج احساس الانجاز هذا عشان يعطينا طاقه ايجابيه، عشان تكون صحتنا افضل، عشان نكون نشيطين اكثر ونعطي اكثر. احساس عدم الانجاز اللي يجينا لما نكون ناشين وايد متاخر، يعني النش 12 وحده الظهر، ليه ما نخلص وليه ما نتغدى وليه ما نبدا اليوم، نحس اليوم اصلا خلص. لاقي الناس خلص يومه وانا يومي توه بادي، لكن مو قادر انجز نص اللي ينجزونه الناس اللي ينشون من وقت. احساس الانجاز جدا مهم لصحتنا النفسيه والعقليه. فلنحرص كنا نحن نحافظ على نمط صحي من النوم. مثل ما شفتوا النوم له علاقة مباشرة بالوزن وإصابتنا بعدد مختلف من الأمراض. النوم شيء جدا أساسي، فالنظام نومه إلى الآن مو متعدل، عندك فرصة تعدل نمط يومك بعد ما سمعت اليوم عن أثر النوم على الوزن. وطبعا بما أن نتكلم عن النوم، أي حد عنده مشكلة في النوم، يعني المرضى اللي مروا علي من أغرب ما سمعت أن معظم الناس بالنسبة لها مشاكل النوم شيء جدا عادي. يعني يقول لك دكتور ما من ينام الحين في الليل، الكل عنده أرق. لا، مو الكل عنده أرق، مو شيء طبيعي إن عندك أنت مشاكل مستمرة في النوم، مو شيء طبيعي إن عندك مشاكل مستمرة ما خذ لها استشارة طبية. إذا عندك مشاكل متكررة في النوم، معنى صعوبة في الذهاب إلى الفراش ليلة، معنىك أنت مو راقد في النهار وناش من وقت الصبح، نش أكثر من مرة خلال الليل، صعب أنك تروح في النوم العميق، يجب أن تستشير طبيب الأسرة عشان يتم تحويلك عيادة النوم. في عيادة النوم يشوفون شو مشكلة النوم. ترى هناك عيادات متخصصة للنوم. ليش؟ لأن في كثير من الناس عندها مشاكل للذهاب في النوم، يعني صعوبة في الذهاب للنوم، يعني يقعدون على السرير يمكن ساعتين 3 ساعات وما يروحون في النوم، أو لا ينامون بسهولة بعدين ينشون أكثر من مرة، أو أن أصلا ما يروحون في النوم العميق، يتمون طول الليل تحس كأنا واعية في الفقرة في الفترة الخفيفة من النوم. هذا إذا عندك مشكلة في النوم مو عادي، حتى لو في الدوام قال لا كل الناس ما تنام، لا مو كل الناس ما تنام، إذا عندك مشكلة يجب أن تستشير الطبيب. نطلع إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل سوف نواصل فقرات صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما قلنا في بداية البرنامج، هذه الفقرة بتكون شوية دردشة عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعن لبس الكمام. طبعا لا يخفى علينا أن لا نزال نحن تحت جائحة الكوفيد 19. صح أن ما شاء الله الناس طعمت وصار هناك وعي أكبر من الجمهور بخصوص الإجراءات الاحترازية، صارنا تقريبا 2 سنين نحن ماشيين على نفس الإجراءات الاحترازية، لكن نحب نذكر لأن
ما نبغى الناس تتهاون في إجراءات الاحترازية قد ينجم عنها زيادة أو انتشار في الفيروس. فمثل ما تعرفون أول إجراء احترازي هو لبس الكمام. قد وايد من الناس يكونون يعني مثل يقولون يعني مو لازم نلبس كمام، مو لازم طول الوقت. نحن نشجع الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خصوصا يا جماعة في مكان العمل. للأسف وايد من الناس في مكان العمل تتهاون في لبس الكمام، يقعدون عدال بعض، ما في كمام، ما في تباعد اجتماعي، مما يسهم في نشر الفيروس. لا ننسى أن الفيروس مع تحوراته يكون أكثر سرعة في الانتشار، فعدم لبسكم كمام يعرضكم أكثر لانتقال هذا الفيروس. طبعا كون الناس مطاعمة قد تكون إن شاء الله الأعراض عندهم جدا جدا خفيفة، لكن إحنا بعد ما نبغى نزيد الحالات بسبب عدم التزامنا. نقطة جدا مهمة يا جماعة، إن عند لبس الكمام يجب أن يغطي الأنف والفم، ما يكفي إن الكمام يغطي الفم فقط، ما يستوي نحط الكمام تحت الذقن، يجب أن يغطي الفم والأنف بطريقة سليمة. ونقطة وايد مهمة، لما الكمام يغطي الأنف والفم ما ينفع يكون الكمام في فتحة من فوق، يعني إنه مو مسكر كامل على الوجه. كل كمام نلبسه في قطعة خلينا نقول حديدية أو بلاستيكية عند منطقة الأنف، يجب لما نلبس الكمام نضغط عليها عشان يتسكر الكمام فوق منطقة الخد بالكامل. لا ننسى هذا الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ، ف ما ينفع تكون لابس أنت الكمام هناك فتحة من فوق أو فتحة حتى من جنب الكمام تساعد على دخول الرذاذ. فحرصوا يا جماعة أن ما يكون في فتحات موجودة في الكمام لا من فوق ولا من الطرف، نحرص على لبس الكمام بطريقة سليمة. وأيضا الأطفال يجب أن نأخذ لهم كمام مناسب لهم، ما ينفع الطفل ألبسه كمام لبالغ، لأن أكيد الكمام ما رح يكون يعني مناسب لوجهه، ورح يكون خلينا نقول رخو كذي مو بماسك على وجهه عدل، فكأنه ما بيكون لابس كمام اصلا. وبخصوص التوصيات العالمية بكيف نختار الكمام، طبعا كثير من الناس قاموا يتوجهون للكمامات القماشية لأنها أوفر، سهلة إعادة الاستخدام وغيرها، لكن يجب أن نحط ببالنا أنه مو بأي كمام قماشي نقدر نلبسه، لأن في كثير من الكمامات القماشية للأسف هي عبارة عن مثل يسمونها ديكور، طبقة واحدة فقط مزركشة، لكن لا توفر حماية حقيقية. عشان يكون الكمام القماشي يحمي يجب أن يكون من طبقتين إلى ثلاث طبقات. ونفس الشيء يسري على الكمام القماشي، يجب أن نختار الكمام القماشي المناسب لوجهنا، ولازم ما يكون في فتحة، ولازم يكون ثابت تماما على وجهنا عشان ما يدخل رذاذ. وطبعا الكمام القماشي يجب أن يتم غسله بشكل يومي، يعني أفضل دائما ما نخلي الكمام معلق في السيارة أو مفرور على الطاولة وإحنا ما نغسله. يجب أن نقوم بغسل الكمام كل يوم ونعرضه للشمس. بتلبسون كمام قماشي عشان شو؟ تقتل الفيروسات والبكتيريا اللي تكون موجودة على الكمام. وفي نقطة جدا مهمة يا جماعة، ألا وهي كيفية التخلص من الكمام إذا تستخدمون أنتم كمام غير قماشي. الكمامات الورقية تكون موجودة أو يسمونها الكمام الاستخدام مرة واحدة لتماع في الكراتين، هاي في الصيدليات وغيرها، مهم جدا نعرف كيف نتخلص من الكمام. في نهاية اليوم بعد ما نرد خلاص نطلع نمسك الكمام من القطعة اللي تكون خلف الأذن، بعدين نطويه بحيث يكون الجزء الداخلي إلى الخارج والجزء الخارجي إلى الداخل. طبعا الرذاذ يكون على الجزء الخارجي من الكمام، وبعدين نتخلص من هذا الكمام. تكون في سلة قمامة تكون مغلقة، ما تكون سلة قمامة مفتوحة في البيت في نص الصالة، راح نفر الكمام. وأنا دائما أفضل، أنا عن نفسي عودت نفسي وعائلتي لو نلبسين الكمام نلبس مرة واحدة نطلع قبل ما نوصل البيت، نفر في القمامة الكرمون الكبيرة تكون موجودة برا، نفر هناك. ولازم لازم تعقمون إيدكم بعد التخلص من الكمام. للأسف في وايد من الناس ما ينتبهون لما مثلا بيروحون مطعم أو حتى بيتخلصون من الكمام في البيت إنهم يعقمون إيدهم بعد استخدام الكمام. لا ننسى يا جماعة أننا لابسين الكمام على وجهنا طول اليوم، وهناك تعرض الناس كانت تعطس وكانت كح وكان في رذاذ يمكن إحنا ما شفناه، فلما نلمس الكمام هذا ونفره وما نعقم أيادينا، الفيروسات والبكتيريا انتقلت إلى أيادينا فكأنما سوينا شيء.
وما شاء الله طبعا المعقمات موجودة في كل مكان، سهلة الاستخدام، تكون معنا دائما، فلازم نحرص على تعقيم اليدين جيدا بعد التخلص من الكمامات. وطبعا أفضل إجراء احترازي، خلينا نقول، وانا احب اذكر الجميع، الحمد لله مع وجود التطعيمات ومع السياسات الجديده ما شاء الله، يعني صار في مجال احنا نطلع ونستمتع ونتجمع وغيره وغيره، لكن يا جماعه يجب ان نكون مسؤولين جدا. ارد اقول اي حد عنده اي اعراض لا يقول هذا زكام عادي، يعني انا افترض انه زكام، انه حساسيه، واسير تجمع واسير طلعه، ما ينفع هالموضوع، يجب ان اكون انا مسؤول. عندي اعراض أقعد في البيت إلى أن تزول الأعراض، إذا ما بسوي مسحة وإذا بسوي مسحة، لكن ما يستوي أنا عندي أعراض كحة، زكام، حرارة، وأسير تجمع، أو أطرش ولدي المدرسة، أو أسير لمة أهل أو غيره أو غيره، أقول لا والله مجرد حساسية، إن شاء الله ما في شيء، أنا ما خالط حد، ما نعرف إذا إحنا خالطنا شخص، لأنه مثل ما نشوف معظم الناس أصلا ما يكون عندها أعراض مع التطعيم ومع المتحورات المختلفة، قد يكون شخص اللي جنبك عنده كوفيد لكن ما عنده أعراض. فعشان كذي احنا نشدد على الاجراءات الاحترازيه يا جماعه، عقموا اياديكم، البسوا كمان بشكل كامل طول الوقت طول ما انتم برا البيت، لانه ما تعرف الشخص اللي جنبك هل عنده كوفيد او لا، قد يكون عنده ومو بعارف اصلا لانه ما يكون عنده اعراض. فدائما تاكدوا من هالموضوع، وارد اكد وارد اشدد، الا عنده اعراض ما يتجمع وما يطلع عشان حمايه لصحه الاخرين. وطبعا احد الاجراءات الاحترازيه دائما احنا نقولها، او احد خطواتنا في لمكافحه هذا الوباء، طبعا هو التطعيم. يا جماعه تطعموا تطعموا تطعموا، اي حد عندكم في البيت مو متطعم قول لازم ناخذ التطعيم. التطعيم حسب، مو توصيات، يعني مو توصياتنا احنا او بس بلادنا، لكن توصيات العالميه من المنظمات العالميه الصحيه، ان التطعيم احد السبل لمكافحه الوباء. ونشوف ما شاء الله ما شاء الله، يعني مع الموجه الاولى وهذه الموجه ما شاء الله، الناس حتى المصابين الاعراض عندهم وايد اخف من الموجه الاولى بفضل الله وفضل وجود التطعيمات اللي تعطي مناعه للجسم. واي حد يقول لكم والله التطعيم يخرب مناعه الجسم، هالكلام غير صحيح. التطعيم ما يتعلق بمناعه الجسم، لكن نريد نذكر بكيفيه عمل التطعيم. لما احنا تاخذون تطعيم ايا كان، سواء كان تطعيم عباره عن فيروس مضاعف، عباره عن كان الحمض النووي مال الفيروس، ايا كان التطعيم، الهدف منه انه لما احنا يعطى الجسم تكون قوته أضعف من الفيروس الحقيقي، فالجسم يبدأ بصنع أجسام مضادة ضد هذا التطعيم أو هذا الجزء من الفيروس. وهذا هو القصد، لأنه مثل ما نعرف يسمونه COVID-19 المستجد، بمعنى فيروس إحنا ما تعرفنا له من قبل، يعني جسمنا ما كون أجسام مضادة، ما في ذاكرة جسمنا أي شيء ضد هذا الفيروس. فلما ناخذ إحنا التطعيم يكون طبعا فيروس مضاعف، أو مثل ما قلنا جزء من الحمض النووي من الفيروس، الجسم يصنع أجسام مضادة ويخزن في الذاكرة، ذاكرة الجهاز المناعي، إن هذا فيروس موجود، فتكون أجسام مضادة عند هذه الذاكرة. فلا سمح الله لو الشخص تعرض إلى الفيروس، ما يدخل في مرحلة التعب الشديد هذه اللي تكون إلى أن يبدأ الجسم يكون أجسام مضادة. من يتعرض الشخص للكوفيد يكون جسم عنده مخزن في ملفاته إن هذا الفيروس تعرضنا من قبل، ويطلق جيش الأجسام المضادة. فمثل ما تشوفون ما يأثر في مناعتنا، ما يأثر في صحتنا، بالعكس يخلينا إن شاء الله أقوى في مكافحة الفيروس. نعم بعد التطعيم قد تتعبون شوي، يعني ثاني يوم قد تجيكم حرارة خفيفة ويعفي الجسم خفيف، هذا مو معنى أصابتكم بالفيروس، هذا شيء جدا خاطئ، لأن أرد أقول التطعيم عبارة عن فيروس يعني ميت أو مضاعف أو الحمض النووي، بالتالي مو فيروس كامل، بالتالي اللي تيهم حرارة ثاني يوم خفيفة هذا مو كورونا، هذا عبارة من أعراض الفيروس. نفس تطعيم الإنفلونزا، كلنا خذنا تطعيم الإنفلونزا وشفنا الأعراض اللي جتنا، حرارة خفيفة، نحس عمرنا كأنه شوي مزجوين، لكن لأن الجسم قاعد يشغل دفاعاته ضد الفيروس. فالتطعيم يا جماعة هو أحد أقوى الأسلحة ضد كل المتحورات الجديدة والقديمة واللياية، كلهم يجب أن نتطعم. احرصوا على أخذ موعد لأحبائكم، إذا أخذوا جرعتين أنا وايد أشدد وأؤكد على ضرورة أخذ الجرعة الداعمة أيا كان التطعيم أنت ماخذنا. ادخلوا موقع هيئة الصحة بدبي أو صفحة هيئة الصحة بدبي في الإنستغرام، بتشوفون قائمة كل التطعيمات، تشوفوا أحبائكم، كبار المواطنين عندكم في البيت، عيالكم، أيا كان وين يقعون ضمن التطعيمات هذه، وإذا لها جرعة داعمة خذوا الجرعة الداعمة لأنها تساعد الجسم
جدا على مكافحة الفيروس. وعبد الرحمن الحصاي صبح عليكم، صباحكم صحة وسعادة وصباحك صحة وسعادة. أخي عبد الرحمن من زمان عنك، أنا والصراحة أتوقع أن أول رسالة توصلني منك من قدم صحة وسعادة، يعطيك ألف عافية وشكرا لتواصلك مع البرنامج. إنزين، من الإجراءات الاحترازية بنروح شي خبر حلو لطيف خفيف، هي عبارة عن دراسة عن التأثير المذهل في مكافحة التجاعيد للمكسرات، في مكسرات كافحة التجاعيد. تعد المكسرات خيارا مثاليا صحيا ومذهلا للقضاء ومكافحة ظهور التجاعيد والحصول على بشرة أكثر شبابا، بسبب احتواء طبعا الفيتامينات والألياف والدهون الجيدة ومضادات الأكسدة والمعادن، وبالخصوص خمس مكسرات. شو المكسرات؟ بخبركم الحين. وطبعا كل المكسرات هذه لازم تكون مش محمصة مش مملحة، بمعنى ناخذها لما تكون نيئة. عندنا أول واحد الكاجو، يقول الكاجو يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والألياف التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتقلل وفيات. كما يقلل الكاجو من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري. وضعت دراسات أن هذه المكسرات قد تحسن الصحة العقلية وتزيد من كثافة المعادن في العظام. وعندنا مداخلة من إيمان. صباحك ورد يا إيمان. صباحك ورد عزيزتي، شو حالك؟ الحمد لله بخير، تفضلي. صباحك سلام فضلك عزيزتي. حبيبتي أنا بغيت أستفسر عشان موضوع التطعيمات. أولاً يعني في ناس ماخذة سينوفارم والفايزر والأسترازينيكا، ففي بعض التطعيمات لها جرعة ثالثة داعمة، إنزين، بس هل أنا الحين يعني في ناس خذوا التطعيم الأولي والثاني وفوق كل هذا يتهم أعراض كورونا؟ نعم. إنزين، فهل الحين الداعم هذا راح يفيدني أنا زيادة بدا أوردي أنا يعني اتعرضت لهذا الفيروس وأنا ماخذ الجرعتين؟ صح. فهل الجرعة الثالثة هاي راح تفيدني؟ إنزين يا إيمان، شكرا لتواصلك مع البرنامج صحة وسعادة. سؤال إيمان جدا جدا مهم. نعم، إحنا ليش نطرح الجرعة الداعمة؟ الجرعة الداعمة القصد منها تعزيز دفاعات الجسم ضد الفيروس، فيروس كورونا، بالتالي إذا أصيبها الشخص راح تكون أعراض جدا 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 خفيفة. الأخت إيمان تقول أصيبت بالفيروس، أتوقع هي قالت أصيبت بالفيروس معناها ماخذة جرعتين من اللقاح وحست بالأعراض. وجود الجرعة الداعمة يساعد على أن تكون أعراض حتى أخف جدا من الشخص اللي ماخذ جرعتين. وأنا أكد لكم بما أني أشتغل في عيادات تقييم حالات الكوفيد، من المرضى اللي يمرون علي المرضى ماخذين جرعات الداعمة، الأعراض عندهم تكون جدا 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 خفيفة، ما يكون تعباني وايد، حتى الكحة والحرارة وألم جسم كله يكون ممكن يوم أو يومين، وباقي فترة الحجر يقضونها بصحة أفضل. وهذا هو اللي نطمح له، أن الناس تكون صحتها أفضل لما تشخص مرض الكوفيد، ما في داعي يدخل المستشفيات أو العناية المركزة، ما يكون عندهم مشاكل في النفس. وطبعا هذا هو أحد الأهداف الرئيسية، عدم إصابة الرئة بالمرض. ومن مداخلة إيمان راح نروح للنوع المكسرات الثاني، قلنا أول شيء الكاجو، ثاني شيء الفستق. يحتوي الفستق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والالتهابات التي تعمل على الحد من حب الشباب وحماية بشرتك من التلف. لا الحلبي يا نمر. نمر يتأكد أي فستق. بعدين الجوز أو نسميه في الإمارات أحيانا عين الجمل، يحتوي على أوميغا 3 غني جدا بأحماض الأوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهاب، تساعد في الحفاظ على توهج البشرة وتقويتها. وحدة من أخصائيات التغذية تقول يمثل الجوز أحد أهم مصادر البوليفينول، البوليفينول وهي مادة تحتوي على مضاد أكسدة ومضاد التهابات مرتفع، له تأثير إيجابي ضد السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية. وأمهاتنا دوم كانوا يقولون كيلو جوز، وأذكر حتى يقولون كيلو لوز عشان تكون ذاكرتكم أفضل. نمر يقول ترتفع أسعار المكسرات اليوم بعد الدراسة الجميلة هذه، الحق وسيروا قبل التجار يسمعون. الحين اللوز ما خاصنا من الجوز، نيل اللوز. اللوز طبعا وايد من النساء يعرفون اللوز مصدر غني للفيتامين اي الذي قد يحمي الجسم من امراض الاشعه فوق البنفسجيه ويحافظ على رطوبه الجلد ويساعد على اصلاح الانسجه.
كل هذه السمات تلعب دورا في الحصول على بشرة صحية متألقة قد تبدو أصغر سنا. ووايد من النساء يصير تاخذ فيتامين اي من الصيدليات، لا تاخذه من الصيدليات، خذوا لوز كل يوم. انا تقول مش محمص يعني مو مملح، خذوا اللوز الني كل يوم، راح تحصلين على فيتامين اي طبيعي والياف يساعد على توهج البشره. واخشى عندنا مكسرات البرازيليه، المكسرات البرازيليه هي مكسرات شي تشبه اللوز لكن تكون طويله شي وكبيره شي تكون سميكه بعد. المكسرات البرازيليه مليئه باحماض الاوميجا 3 والسيلينيوم، السيلينيوم جدا مهم لتعزيز مرونة البشرة وتقليل الالتهاب المرتبط بحب الشباب. علاوة على ذلك فإن الجوز البرازيلي يسمونه بالإنجليزي برازيليان نات، لو رحتوا صوب المحامص بتشوفون شيء كبير ومتين الجوز مالهم، يحتوي على عناصر تضمن تجدد بشرتك ويحسن المرونة ويمنع التجاعيد. ما شاء الله مع كل هالفوائد من المكسرات لازم بيتنا ما يخلو من المكسرات، وانا صراحه دائما في بيتي في المكسرات النيئه لان حتى استخدمها مع السلطه. هاي نقطه جدا مهمه بالنسبه للناس اللي تحب تاكل السناك او الوجبات الخفيفه في الدوام برا الدوام. في بعض الناس لما تاكل، هل مره فكرتوا انه ليش معظم السناكس او الوجبات الخفيفه تقرمش؟ بقول لكم الحين ليش. لا ما ناكل نص كيلو يعني، ما ناكل على قولتهم قبضة يد من المكسرات، لكن لاحظوا أن معظم أو خلينا نقول كل السناكس اللي نسميها أو الوجبات الخفيفة تقرمش. ليش؟ لأن أذكر في دراسة من زمان كانت تقول أن صوت يعني إحنا نستمتع طبعا بالأكل يعني أيا كان، مكسرات شيبس بسكوت أيا كان نستمتع بالطعم، لكن صوت القرمشة يعطينا إحساس بالرضا والاستمتاع، يساعد جدا في تحقيق الشبع. عشان شي لما احنا يعني نوصل الناس تاخذ السلطه، انا دائما انصح مرضاي انهم يحطون على السلطه مكسرات، المكسرات والحبوب الجافه بنفس حبوب عباد الشمس وغيره وغيره غيره. هذه الحبوب الجافه اللي تكون لما تضيفونها على السلطه وتاكلون سلطه وفي صوت القرمشه يعطيكم احساس بالرضا والشبع اسرع من لما تاكلون شيء ما في صوت القرمشه هذا. لا ننسى ان احنا كل شيء ناكله هو عباره عن خليط من اكثر من يمتقون السمع والطعم والشم كل والعين أصلا والنظر طبعا كلهم يتوالفون مع بعض عشان يعطونا تجربة الأكل الممتعة اللي تساعدنا، قد تساعدنا حتى في تقليل كميات الأكل اللي ناكلها. فأحرصوا دائما على وجود هذا العنصر المقرمش على أكلكم بحيث يكون العنصر المقرمش صحي. المكسرات غير المحمصة تكون صحية، تعطينا أوميجا 3، تعطينا دهون مفيدة تساعد على تجديد البشرة. وعودوا ياكم يأكلون الجوز واللوز إذا ما عندهم حساسية منه، لأنه فعلا يساعد على زيادة التركيز. وما شاء الله مثل ما نشوف يعني كل يوم احنا عندنا اصلا فقره تغذويه في صحه وسعاده، واخصائي التغذيه كل يوم يطرحون عن الفوائد المختلفه لمختلف العناصر الغذائيه الموجوده عندنا. فما شاء الله يعني مثل ما يقول عندنا صيدليه متكامله في مطبخنا، عشان شيء يجب ان نحرص شو اللي موجود في مطبخنا عشان تكون الصيدليه زينه. فهذه اليوم درستنا اليوم قلت لكم عن المكسرات، وأرد أذكركم يا جماعة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واللبس الكمام بطريقة سليمة وين ما تكونون. مو مهم في غرامة ولا ما في غرامة يا جماعة، إحنا عشان نحافظ على نفسنا نلبس الكمام بطريقة سليمة لما نطلع برا، ترى نحافظ على نفسنا ونحافظ على غيرنا. أرد أقول قد يكون أحد منا مصاب بالكوفيد لكنه ما يعرف، ما عنده أعراض وما يعرف، فحرام نعدي ناس ثاني حوامل ناس مناعتهم ضعيفة ونساهم في نشر المرض لأننا لا نلتزم بلبس الكمام بالطريقة السليمة. ووايد ما شاء الله سولفنا معاكم اليوم وطرحنا لكم مواضيع، وفقرة التغذية كانت جميلة. الحصاي يقول اخذ جرعتين ما اخذ جرعتين من الفايزر، اخذ الداعمه؟ نعم اخذ الداعمه، انا توني ماخذ الداعمه قبل اسبوعين اخوي عبد الرحمن، خذوا الداعمه لاي تطعيم انتم ماخذينه، خذوا جرعه الداعمه له، لانه ما طرحت الجرعات الداعمه الا لان هناك فائده. ترى يا جماعه التطعيم احنا يقدم لنا مجانا ولكن يشترى يعني بالغالي والنفيس، ثم يقولون
بما أن الدولة وفرت جرعات دعم معناه هناك فائدة من أخذ جرعات الدعم. خذوا يا جماعة توكلوا على الله. بس أنا دائما أنصح الناس تأخذ جرعات دعم، يفضل تأخذون نهاية الأسبوع. سبحان الله عندكم حرارة أو ألم في الجسم، هو هذا شيء طبيعي جدا مع التطعيم، يكون ما تغيبون عن الشغل. يلا وصلنا الحين لنهاية برنامجنا، برنامج هذا برنامجكم في الحقيقة، برنامج صحة وسعادة. كنت معاكم محدثتكم دكتورة ندى الملا، شاركنا خفاف عليكم، كان معاي نمر محمد عبده معاي في الإخراج. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا ببرامجنا اليوم، وأرد أقول لكم عندكم أي اقتراح، أي موضوع حابين نطرحه في صحة وسعادة، تواصلوا معنا عن طريق المسجات أو عن طريق مواقع هيئة الصحة في دبي في وسائل التواصل الاجتماعي عشان نطرح هذا الموضوع اللي يهمكم. أنا إن شاء الله إلى أن ألقاكم الأسبوع القادم يوم الأثنين، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.